والفائدة الأخرى أن العبد في هذا الذكر يبرأ إلى الله من حوله وقوته في قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فهو يتبرأ من هذا، فيعلم حينئذ أن الجاري في كلام الناس من قولهم يجب على الإنسان أن يثق بنفسه أنه لا يجوز، فإن الثقة بالنفس ممنوع منها شرعا، لأن العبد هنا يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا يجعل للعبد لنفسه في نفسه ثقة، لأن نفس الإنسان لا تغني عنه شيئا. ولذلك سئل شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله هل تجب الثقة بالنفس؟ قال بل لا تجوز، يعني لا يجوز الإنسان يثق بنفسه، لأن الإنسان ضعيفة مخذولة. فإذا قال الإنسان المقصود من قولها تقوية العزائم، قيل هات لفظا لا محذور فيه، هات لفظا لا محذور فيه، فقل أشدد عزمك وانهض بهمتك وأشبه هذه الكلمات. والحكم على الألفاظ يكون باعتبار ظواهرها لا باعتبار بواطن القاصدين، هو بواطن القاصدين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لكن اللفظ يجب أن يكون سالما من الإعلال والإخلال.